ده بقى كان أقدم عامل قابلته في البرنامج لحد دلوقتي. اليومية كانت 7 صاغ، وبالنسبة للأجيال الجديدة اللي مش عارفة يعني إيه صاغ، صاغ يعني قرش، والجنيه فيه 100 قرش. طيب أنت بقالك كام سنة في المصنع؟ لا أنا بالظبط كده أنا شغال وأنا عندي 14 سنة. ما شاء الله. الوقت سني وصل 64 سنة. ما شاء الله، يعني بقالك 50 سنة في المصنع. آه. ما شاء الله. طيب عم علي أنت بقالك كام سنة برضه هنا؟ بقالي 55 سنة. ده أقدم هو ما شاء الله، هو أقدم واحد. جاي وأنا عندي 13 سنة. 13 سنة في المصنع. دلوقتي عندي 68 سنة. طب تفتكر أول يومية كانت بتقبضك قد كام؟ خدت حوالي 7 صاغ في اليوم. يا ربي على الصيغ، 7 صاغ برضه يعني ما كملش باريزة يعني. جيت أتجوز الحاج زودني خلاني باريزة. طب حضرتك تفتكر امتى كان اول كونتينر وراح لمين؟ هو كنا روسيا كنا بنصدرها في صناديق خشب، وبعد إيه؟ اول كونتينر صدرنا كان بلجيكا. اوكي. اول كونتينر كان 20 قدم، وده فتحنا بيه سوق في بلجيكا، وبعد كده كنا تقريبا بمعدل كل شهر بنشحن كونتينر لبلجيكا. بلجيكا. عملت. طيب لو حضرتك تفتكر اخر كونتينر بقى؟ آخر كونتينر كان الشهر اللي فات. 2 كونتينر راحوا، واحدة راح جدة وواحدة راح الدمام. إيه اللي بيحصل ورا مصنع الكراسي؟ ومنين جات ورا مصنع الكراسي؟ بص حك، هو المصنع بتاعنا كان واقع بين قريتين. قرية اسمها وراء الحضر، وقرية تانية اسمها وراء العرب. وراء الحضر دي كانت على النيل مباشرة. وراء العرب دي كانت ورا المصنع، والمصنع في النص بينهم. حلو. وراء العرب دي كل ما هو خارج عن القانون مطبق هناك، وانا شفت بنفسي جثه ميته. أوكي. في الطريق. وده كان ورا مصنع الكراسي. ده كان ورا مصنع. لكن ما كانش ورا مصنع الكراسي، جت من هنا. اللي هو انت يعني عايز اي حد تتخلص منه. هو هاخدك ورا مصنع الكراسي. فلو تحب اخدك نروح. يعني مع حضرتك انا بقى مطمن، افرجك حاجه غلط. افرجك. يلا بينا. لا يعني مش هروح معاك يعني. بتخاف؟ ايوه هروح معاك مش هروح لوحدي. يلا اتفضل هاجي معاك. يلا أنا دلوقتي ورا مصنع الكراسي مع صاحب مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي قصة كفاح عظيمة، والمنتجات اللي بتتصدر دي رايحة لدول وناس يمكن مش عارفينها، لكن هم أكيد هيعرفوا جودة وجمال منتجات مصنع الكراسي. مصنع الكراسي مش بس تاريخ مشرف وحاضر بيفتخروا بيه، دول كل شوية بيطوروا علشان يضمنوا إنه في المستقبل يقدروا يصدروا أكتر وأكتر، ومنتجاتنا المصرية تقدر توصل لأماكن جديدة، وعليها أحلى جملة: صنع في مصر. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.